اوكي. فقرة كشف المستور. لما كنت بسيب الضيوف مع المذيعة ساعات كانوا بيعملوا حركات شنيعة، منهم اللي بيعاكس واللي بيلاغي واللي بيقول أسرار مريعة، ودلوقتي هتشوفوا اللي ينفع منها، بس احتمال تتسبب بيني وبين صحابها في مشاكل فظيعة. لا لا أستاذ فضل، بقول لك إيه، ما تقلقش عليها، مخطوبة خطبها صاحبي. لا ماشي، ما تقلقش عليها. لما خرجت وسبت كزبرة عمل مجزرة، غالبا دماغه كانت مصرصرة، قعد يهجس وينخع لحد ما جاب اللي قدام وراه. أهلا. الله، وحشاني جدا. كيف حالك؟ ايه الحلاوة دي؟ على فكرة عينك الحلوة. طب بتشرب مية؟ طب بتشرب شاي؟ لا لا ولا أي حاجة، أنا شفتك شايفت كل حاجة. أنت الحين ناوي تكمل على غنى ولا تبى تكمل على تمثيل؟ لا أنا ممثل. أنا تمثيل وأغاني يعني. إيه يعني ميكس يعني. أنا بالنسبة لي يعني أرتست شامل. ها ناوي تجرب زين أكلات إماراتية؟ والأكل الإماراتي بحب الكبسة، كل يعني كل يعني. شكلك لك ذوق سوداني بقى مع العنب. يا نهار هو في ايه؟ انت بتمتني. هو البيت ده يقع بينا ولا ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي الحب حقي. اسمها ايه؟ الحب حقي. هي اسمها ايه هي؟ هي؟ اه شو شو يعني تعطيني نصايح مثلا ناحية التمثيل، ولا شو الفرق بين يوم دخلت هالمجال كهالدور يوم خذيت هالدور؟ هو يعني ايه الفرق بين ايه؟ وقولي تاني معلش. شوية صعبة، اتكلفت بسرعة. بس تمام. يعني حسيت انه كان انه صعب عليك تدخل الدور شخصية ولا كيف؟ لا طبعا بتشتغل على الشخصية وبتجهز لها، التمثيل صعب يعني مش سهل. حلو حلو. بس هو الفترة اللي جاية يعني ها هبتدي ان شاء الله يعني. حلو حلو. خد عينك. شكرا. شكلك جعانه ورامز ما بيديكيش فلوس ومجوعك، وانا حاسسها. اصل انا بفهم، خلي بالك في الموضوع. حرام عليك. حرام عليك.